السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي ازيكم عاملين ايه؟ وصفتنا النهاردة وصفة لذيذة جدا وسريعة، وان شاء الله مش هتاخد منك لا وقت ولا مجهود. هنعمل مع بعض كفتة بانيه حلوة جدا، غدوة سريعة كده مع شوية رز او مكرونة وسلطة، بتبقى خفيفة ومش بتحتاج غلبة كتير، مقدارها بسيطة. يعني هنقول بقى المقادير مع بعض. انا عندي هنا نص كيلو من اللحمة المفرومة، تقدري بقى تعملي الكمية اللي انت عاوزاها، وعندي هنا معلقتين كبار من البقدونس المفروم، يعني قطع صغيرة خالص، وعندي هنا معلقة كبيرة من الدقيق أو النشا أو البقسماط المطحون، براحتك يعني المتاح عندك اعمليه. أنا هحط المرة دي نشا عشان يعمل عملية تماسك، ما تفكش مننا واحنا بنقليها في الزيت. ومعايا بصلاية متوسطة، بس التكة هنا إن أنا بصفي المية بتاعة البصل منها عشان ما تفكش، أنا مش عاوزة فيها سوائل كتير. هنكتفي بس ببيضة هنحطها عليها، والتوابل هنقول التوابل: معلقه صغيره من الملح، نص معلقه من الفلفل الاسود او الابيض، نص معلقه من السبع بهارات او بهارات اللحمه براحتك، دي سبع بهارات، ونص معلقه من بهارات الكفته بتتجاب من عند العطار، وربع معلقه من القرفه، ونص معلقه من السكر عشان تظبط الطعم. ومش هنزود توابل اكتر من كده لان الكفته بيبان فيها التوابل قوي، احنا مش عاوزين، احنا بناكل توابل، عاوزين ناكل كفته طعمها حلو متبهره، بس ما تكونش التوابل هي اللي غالبه عليها. نقول بسم الله. هننزل بالبقدونس والبيضه اهو، كل المكونات على بعض، والدقيق والتوابل، وهنعصر الميه بتاعه البصل كويس جدا. انا عاملاها قبل الحلقه بس برضو باكد، اي بصوا بينزل ازاي، مش المفروض ان هي تكون فيها اي سوائل عشان خاطر ما تفكش مننا واحنا بنقليها. البصل ده على فكره انا بشراه، يعني او في الكبه ماشي، بس الاسهل البشر. كل المكونات دي على بعض خلاص، ونعمل ايه بقى، ونعجنها كويس. نسيت اقول لكم بس ان اللحمه ما تكونش لحمه حمر قوي عشان ما تفكش منك، لازم يكون فيها نسبه دهن. طب لو انت جبتي لحمه حمراء هتعملي ايه في الورطه دي؟ لا مفيش ورطه، تقدري تحطي معلقه سمنه كبيره كده على اللحمه عشان تبقى فيها الدهن، فالسمنه دي هتعوض الدهون اللي مش موجوده، فتعمل فتتماسك وانت بتقليها. هتدعكي كويس جدا، تشربي كل حاجه من بعض، واهم حاجه بس ايه، بطرف كده تاخدي حته بعد ما تشربيها تشوفي ملحها مظبوط ولا لا. واخيرا رشه بسيطه خالص من البيكنج باودر، انا نسيت اقول لكم عليه، هو كان جنبي وانا نسيت احطه عشان تبقى نافشه معاكي كده وما تكونش ايه مكتومة، هو حوالي ربع معلقة كده على النص كيلو، يعني لو هتعملي كيلو حطي معلقة، قصدي نص معلقة على النص كيلو، لو هتعملي كيلو حطي معلقة، نص معلقة صغيرة بيكنج باودر. ادعكي كويس جدا، شربي ايه اللحمة كويس زي ما انت شايفة كده. خلاص انا شربتها كويس جدا، شايفين يا جماعه، اهم حاجه بس تكون متماسكه ما يكونش فيها نسبه سوائل كتير، هنكتفي بالبيضه بس اللي فيها. التكه هنا بقى ميه البصل اهي ما نرميهاش طبعا، هنحطها في الطبق وهننزل عليها اتنين بيضه عشان نعمل الكفر بتاع البقسماط بتاع الكفته، اسفه، وننزل بشويه شعر كده، ملح وفلفل، تمام، ونربهم كويس. طبعا ميه البصل هتدي تست حلوه قوي قوي للكفته. خلاص حاجه كده سريعه مش هتاخد منك وقت، وجميله قوي لما تعملي، وبعدين موفره كمان، بتعمل كميه حلوه معاكي. هتجيبي بقى البقسماط هنا، وتجيبي بقى كيس من الفيجيتار تحطيه عليها، طبعا هو فيه توابل وفيه حاجات كتير بتبقى بيدي طعم حلو قوي، برضو مفيش مانع نحط رشه ملح ورشه فلفل اسود، ونقلب اهو. الفيجيتار بيدي تيست حلو قوي قوي للكفته، الكفر بتاع الكفته، لانه بيبقى متبهر محطوط عليه توابل كتير زي ما انتم شايفين. الخطوه اللي بعد كده هعمل بس حركه معاكي كده تسهل عليكي، هنصبع كل الكفته كده ونحطها في سيرفيس، وبعد كده نعملها بالبيض وقسماط على طول، احسن ما تصبعي وتعملي كل ايه يعني بتسهل عليكي الحركه دي. بصي بقى لو عملتيها صباع كده
ممكن ما تستويش من يعني ما تستويش في الزيت لان احنا هنقليها. انا دايما مفضل بعمل يعني الحركة بتاعت الصباع دي وبططها بالطول كده، بتدي شكل اولا حلو جدا، وفي نفس الوقت بتبقي ضامنة ان اللحمة بتكون مستوية لما تيجي تقليها. يا جماعة اهو شايفين الشكل ده حلو ازاي. ممكن كمان لو حابة الشكل المدور، طبعا معلش انا مش عارف اتحكم بالجوانتي، وبتبقى لطيفة جدا يعني ما شاء الله. بتعملي نص كيلو اللحمة بيرمي معاكي كمية كفتة كبيرة وتسويها كده بايدك. حاولي على قد ما تقدري يكون كله شبه بعض اهو. بتخلصي بقى الكمية كلها بنفس الشكل ده، وفي الاخر خالص بنعمل الكفر الاخير وده بيسهل عليكي. شايفين؟ خلص انا بقى الكمية كلها بالطريقة دي وارجع لك تاني. بص انا خلصت الكمية، عاوزة اوريكم شكلها. شايفين شكلها حلو ازاي؟ كده هتضمني ان شاء الله ان هي تكون مستوية معاكي من قلبها في الزيت. بسم الله. تيجي بقى كده، ده اسهل عليكي بقى، تحطيها كده غير بقى ما نوسخ ايدينا ولا اي حاجة خالص، وننزل وبالمعلقة تتكي عليها كده بالمعلقة ومنتهى السهولة تقلبيها كده اهو. كل الجوانب تجيبيها كده، ممكن بقى تطلعيها عادي تتكي بس عليها ايه اخر حاجة بايدك عشان وتحاولي تظبطي الشكل اهو. شايفين اهو؟ خلاص ممكن نعمل واحدة تاني مع بعض اهو، منتهى السهولة. مية البصل اللي احنا حطيناها على البيض على فكرة هتدي تيست حلوة قوي للكفتة اهو. شايفين؟ على فكرة بتبقى حلوة جدا لو عندك عزومة. الحاجات دي يعني الحاجات المقلية عموما بتخلي يعني بتبقى حلوة جدا وموفرة وبتعمل معاكي كمية، وفي نفس الوقت بتبقى شكلها حلو قوي على السفرة اهو. تكي عليها كده وتظبطي الشكل زي ما انا بعمل عشان يبقى كله شبه بعضه اهو. خلاص خلص بقى الكمية كلها واقول لك هنعمل. خلاص خلصت الكمية بالطريقة اللي انا وريتها لكم. شايفين؟ يفضل بقى ان احنا نسيبها نص ساعة في التلاجة قبل القلي عشان نضمن ان الكفر ده خلاص يبقى ثابت عليها وما يقعش بقسماط واحنا بنقليها في الزيت، وده الافضل. يعني لو هتعمليها لو عندك عزومة اعملي الكمية اللي انت عاوزاها وسيبيها في التلاجة اول حاجة هي تعمليها، او لو غدوة حلوة ولا حاجة سيبيها في التلاجة فترة كده ساعة نص ساعة، يعني يفضل تقعد احسن. هسيبها بقى انا شوية حوالي نص ساعة كده وهنقليها مع بعض ونشوف شكلها يكون عامل ازاي. خلاص عدى حوالي نص ساعة سبتها في التلاجة كده، بس لازم الخطوة دي مهمة جدا. بنجيب بقى طاسة بنحط زيت، مش كتير قوي ما تاخدش زيت كتير، والزيت يكون سخن. وبسم الله نزل كده بشويش. حلوة جدا على فكرة يا جماعة، جربوها تعجبكم، طعمها بيكون جميل وكمان سريع. وسع، سيبها بقى لحد ما تاخد لون ومقلبش فيها كتير. هنشوف دلوقتي اخبار الكفته ايه. هنقلب. شايفين يا جماعه نفشت ازاي؟ مش مكتومه بسبب معلقه البيكنج باودر الصغيره اللي احنا حطيناها، بتخلي قلبها مش مكتوم ومتماسكه ولا فكت ولا اي حاجه بسبب معلقه النشا او معلقه الدقيق او البقسماط اللي انا قلت لكم عليها. كمان الدقيق والنشا اقوى كمان من البقسماط في الكفته اللي بتبقى مقليه في الزيت، زي ما انا عملت كده. يا دقيق يا نشا، اللي يعجبك حطيه الاثنين زي بعض. شايفين لونها حلو ازاي؟ جميله جدا ومشرفه جدا على فكره، في العزايم بتبقى حلوه قوي في نص السفره وكمان موفره. خلص انا بقى يعني تاخد كلها لون ذهبي حلو كده وهقدمها لكم. خلاص كده خدت كله لون ذهبي. نسيت اقول لكم ان لازم تكون النار متوسطه، ما تكونش عاليه عشان تضمني ان اللحمه تكون استوت من قلبها، عشان اللحمه كده كده تكون نيه بتاخد وقت شويه. شايفين يا جماعه جمالها لون حلو ازاي؟ طلعيها بقى بتحطيها على الصفه على مناديل المطبخ. خلص انا بقى الكميه كلها وارجع نشوف هنقدمها ازاي.
وادي بقى الشكل النهائي للكفتة البانيه بتاعتنا، حلقة ان شاء الله كده خفيفة وجميلة، بسم الله ما شاء الله من نص كيلو مفروم، بصوا عملنا قد ايه، بقول لكم موفرة وان شاء الله تجربوها وتعجبكم. شايفين يا جماعة، تحطي بقى تحتيها بقدونس او شبت، شايفين جمالها. عايزة برضو افتح لكم واحدة من جوه واوريكم قد ايه هي مش مكتومة، بسم الله ما شاء الله، شايفين هشة ازاي وجميلة ومش مكتومة بسبب البيكنج باودر اللي احنا ايه حطيناه فيه، ومستويه وزي الفل. اتمنى بقى تجربوها ان شاء الله، وانا متاكده ان هي هتعجبكم. شايفين، متنسونيش بقى في اللايك والشير ودعوه حلوه، والى اللقاء في وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.